تمام والله. الجو حر قوي النهارده. بقالي يومين الجو حر. حر يعني. كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجه يعني، بس الحمد لله بنستحمل. اكل العيش يحب الخفيه. ربنا يعينك. واكل البسطرمه يحب البيض. مين؟ اكل البيض يحب البسطرمه. انت شغال من الصبح ولا ايه؟ والله شغال، مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص والواحد يا باشا ارد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه؟ لا ما هي ايه يا عم، انت يا عم انت يا عم انا بقى بضحك معايا. انت كلامك جميل وكله، بس يعني مش راكب كلامك، مش راكب كلامك جارح. بقول لك يا باشا اخد معانا بس الموزه دي. لا طب ماشي. لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان. بس يا نهار ابيض، ده انا لو مش رايح الميدان اروح يا اسطى. ايه حاجه باخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع؟ انت طالع مخصوص يا عم، انت راجل ماشي يا عم. انت يا روحي يا نهار ابيض، تاكسي راديو اوف. لا خالص اقسم بالله انت منوراني يا نهار ابيض. مش غريبه عليا، انا بشوفك على طول. لا بسم الله ما شاء الله، الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني. لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اساسا مش سواق تاكسي يعني، اصل دي هوايه عندي. بس احنا هنمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا فيه حد معطلك يا فندم؟ انت ده في ايه؟ انت واحده راكبه وانا قاعد، وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجه. حضرتك منورنا النهارده. شعرك حلو جدا بجد بامانه. اوه ماي جاد. طب التسريحه دي حلوه؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى؟ عايز اروح يا اسطى، انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر، روق على حالك ثاني. بصي اقول لك على حاجه، ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ او ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده. خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه يعني؟ بقول لك اصلح بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرء؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني، حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالي. يا بنتي خدي رقم. يا بنتي انت مالكيش اهل. لا مالكش دعوه بيها. لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم، مالكش دعوه بيها، مش بالك بيها خالص، ولا ليها اهل ولا مالهاش اهل. لو سمحت عيب. انت راجل في مصر يا باشا، انت راجل كبير واقرع، وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله، انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ، انت من الجيفن هايز. يا عم وقف يا عم، خدي رقم. يا بنتي استنى يا حاج. يا باشا استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنتي؟ لا اله الا الله. بس لو سمحت بقول لك لو سمحت. بقول لك لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان. مكاني؟ معلش. صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ والله الادب. صدق انت فين جيفنهايز النزعه؟ انت بتقول ايه؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك استنى انت شكلك جيفنهايز دماغك لاسعه. انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لاسعه. انت جيفنهايز النزعه وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك اقف بقى، واقف بس كده، كلمني انت كويس. بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. ما تبصلهاش. بس تبصلهاش. يا دي النص. احنا كنا مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ ابني. اوعى انت مجنون يا جدع انت. حركه انت جيفنهايز النزعه. انت لاسعه. انت ايشست. انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله مالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نازع. بس انت اللي نازع. انت راتنج النازع. انت اللي نازع. انت راتنج النازع. مشينا يلا. يا جماعه راتنج النازع. يا عم معايا واحد في العربيه راتنج النازع والله. اسمع انت. اوعى عينك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ مذيع الحلقه دي ولا ما نزلهاش؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك. لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. في البرنامج. بجد؟ مذيع ولا ما نزلهاش؟ مذيع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من الكريزي تاكسي وحلقه خطيبتي ما تضايقهاش. نور الدنيا يا باشا. حبيب انت شبه فنان. الله. ايوه صح. مين بقى؟ والله شبه فنان احمد عز.
احمد احمد رزق. ايه احمد رزق؟ لا مش احمد عز. ايوه والله من زمان وهم بيقولوا لي كده. بس حلوه ال مش احلى من ال لا ما انا بحب الناس الرايقه دي اللي بتروق على حالها. وانت يعني بتروق على حالك حبيبي يا صاحبي. انت شكلك شاب روش وجميل يعني، ولا عيل فلاشة ولا عيل فورجي، لا عيل حلو والله. يعني ايه عيل فلاشة؟ فلاشة يعني هارد ديسك يعني فورجي يعني. الله اكبر عليك. انا خلي بالك انا عاجبك قوي في انت عجبتني جدا. الله اكبر عليك. انت عرفت منين؟ باين عليك. باين عليك. الله اكبر عليا. الله العظيم انت سكر. بس ايه الدنيا ناشفة مفيش حاجة طرية ليه؟ عشان الجو حر بس. لا هو ده عزه بس. انت شبه حمد عز. يا سلام يا سلام حمد عز. لا ونقول له اغنيه من الاول بقى. ايه بقى؟ يتربى في عزه حمد عز. لا طارق عزه بقى ما تهزرش معايا. عجبتني. يتربى في عزه طارق عزه. لا ما تهزرش بقى انت. لا مش هسلم. لا عيب. لا ما يصحش. انا مش هسلم بقى. عيب عليك. ومصعب انت عوان. اقسم بالله انت راجل محترم. انت بتدرس هنا في حصري؟ اه. جوه الجامع؟ جوه. جوه الجامع. بس شغل الزعارير، شغل على الجرف والوفه نحن. ايوه على الجرف والوفه. الواحد شاف العجب. خلاص طيب بقى ممكن نطلع؟ نطلع فين؟ لا ممكن نشد ما بطلعش. لا انا ما بطلعش. ممكن نمشي؟ انت عندك حاجه حلوه. انت بتنقل كده يعني من اول على الربع على طول. خلاص يا عم انت بتجد عليا ليه يا عم؟ انا ما بجدش. انا حلو. طب معاك سجاير انت؟ مين سجاره؟ معلش معاك ولع انت بقى يا باشا. انا عايزك ولعنا لو معاها عيش سجاير يا بقى. ولعنا ولعت بايظ. ايوه يا خلاص خلينا حاطين بقنا بقى. بقول لك ايه؟ اخد بس على اذنك السماره اللي بتشاور دي ولا خدها. لو سمحت ممكن بس تاخدني في طريقك وانا نازله اخر الشارع؟ يا باشا ده انا لو مش رايح اروح كبس التكون بس ما شاء الله هتقوط. لا استنى استنى انا مؤاخذه السجاير بتضايق حضرتك؟ عادي ندخن؟ ماشي والله كلك ذوق. صباح السكر والعسل. صباح القشطة. لا يا باشا ما تشغلش بالك. ايه انا حضرتك رايح مشوارك هخلصك وما تشغلش. ماشي يا صاحبي. ما تشغلش بالك يا باشا. ايه؟ يا نهار ابيض. لا ده كده كتير. اقسم بالله احمد عز ولا احمد رزق بامانه؟ احمد عز ولا احمد رزق؟ والله مهني. لا الا شو رزق بقى يعني مش انا لوحدي. وبعدين الشباك بنجي اطلع بس عشان ما ايه ما منط من الشباك. ملأ عارف الملأ؟ زي الملف كده زي المداء. عارف المداء؟ لا انا عارف المداء. والله انت اللي سكر اقسم بالله. بقول لك ايه؟ اوصله اكتوبر بقى ولا اطلع اوصلك انت الحوار بتاعي؟ ماشي؟ قشطه؟ خلاص احنا مع بعض. ركز في طريقك والنبي يا باشا. سيب المرايه ويلا. يا عم انا مركز في طريقي يا عم. شاغل بالك ليه؟ مالك يا عم؟ يا عم انا ما بشغلش بالي. ما تولع بيها. انا عايز اوصل. اولع بمين؟ بصي براحتك يا روح. بصي براحتك. بصي براحتك. قمر اقسم بالله مش محتاجه تبصي في المرايه اساسا. اقسم بالله. باشا معلش انا اسف. انا اسف دقيقه واحده يعني طلب غالي شويه. الاستاذه بس تيجي جنبي. حضرتك ممكن ترجع ورا؟ معلش انا اسف. انا قليل ادب. انا من اكتوبر. انا من بولاق. ايوه طب ايه دخل بولاق في الموضوع؟ يا عم انا بقول لك. يا عم انا قلت عايز مش عايز صوت. اللي مش عايز صوت. مش عايز صوت في ايه؟ يا روحي لا يا روحي لا يا روحي روقي. اهدي على حالك كده خالص. اهدي على حالك. انا هتفاهم معايا. انا هتفاهم. اتقل يابا بس. ايه يا بطل بس؟ بطل ايه؟ انا هفرجك البطل حالا. تعالى فرجني البطل يا صاحبي. هو في ايه يا باشا؟ مالك؟ اركن على جنب. طب مالك يا باشا؟ يلا يا باشا يلا ننزل. لا مش هننزل. ننزل ليه؟
انا بقول لك يا باشا ترجع ورا يا عم ارجع ورا انت عبيط يا عم انت عبيط انت هو انا وراني ايه اللي ورا انت قابل ولا ايه بقول لك خطيبتي انت خطيبته خطيبتك وتقول لك تعالى وصلني مش عارف لفين ايه يا عم وانت شايل بالك ليه يا صاحبي ايدك في جنبك ايدك لا لا انا ايدي اتمد في اي حته لا انت ايدك يا عم انا ايدي اتمد في اي حته يا عم عشان خاطر على الحرام من ديني اقتلك هنا والله ولا على الحرام من ديني كمان مره يا عم ما تعمليش كده بس على حالك يا عم ما تعمليش كده على الحرام من ديني اروح مديك بتدي مين ده ام الدره طب هتضيع على وشك اسمع مني يا عم اسمع مني انا لعتهالك لعتهالي لا مش عايز يا عم نزل ايدك بس كده انت ماليش في انا لعت يا ابني هضربك ابني مين بس يا ابني هضربك اقسم بالله طب اتكل على الله تعالى يا حبيبتي سيبك منه يا حبيبتي ما تتكلميش معاه يا روح طب بقول لك ايه اقسم بالله قمر طب بقول لك يا عم بص لي انا بقول لك يا ابني هضربك يا ابني هضربك على الحرام من ديني يا عم اقول لك على حاجه انت راجل بق شفت دي والله لا شفت دي عليا الحرام من دينا شقه نصين شقني يا عم يا عم هشقك نصين بقول لك يا ابني هضربك يا ابني انا مش عارف عشان بقول لك ايه انزل لك ايه تعالى بقى طب انزل يا انزيه ولا انزيه يا باشا انزيه والله انزيه والله انت راجل سكر حبيبي انا فين يا فندم جيزه اتفضل يا فندم حضرتك منور الدنيا كلها انت اللي منور والله حضرتك شغال هنا ولا اساسا من الجيزه؟ لا كنت هنا عند اخويا وشغال وقعدت في الجيزه احسن ناس اهل الجيزه انت احسن رب يكون ميزهم بميزه انا اساسا في الاصل يعني انا مش سواق يعني انا خريج كليه علوم وكده وعندي معمل صغير كده بصنع فيه حاجات كيميائيه لو حضرتك حابب تاخد خلفيه هنا ماشي يعني انا معايا كريم اسمه زاولني وزاولك ده الهم طايلني وطايلك ده انا اللي بسمي الاسامي دي علشان دي حاجات تبقى طبيعيه وتلقائيه للشعب المصري نوع الكريم ده حضرتك مجرد ما بتحطه يعني وش حضرتك زي ما انت شايف كده مليان تجاعيد ومشقق من كل حته احنا نقدر نتخلص من كل ده بالظبط في دعكه او اثنين او تدليكه او اثنين من الكريم ده لو حضرتك حابب تجربه ده معايا ده سعره حوالي 60 جنيه بس بعد الخصم بتاخده وتاخد عليه 8 هديه فهو كلهم عاملين 12 جنيه تمام ده ميدين فيوم المصنع بتاعي انا اللي بصنع الكلام ده يدوي وكله حاجه كيميكال حاجه طبيعيه كيميائيه طبيعيه فسيولوجيه نفسيه احلى من بتاع الشوارع بالظبط ايوه بالظبط معايا برضو حاجه تانية انت شكل حضرتك حد فاهم قوي دي اسمها ليفه الدباح دي ليفه الدباح بتشيل طبقات الجلخ من 12 سنتي لحد 37 سنتي ومتهيألي ان عند حضرتك طبقات من الجلخ والقشر طبقات كبيره دي بتشيلها مع اول حمام لا حضرتك ازاي حضرتك ما تعرفش نفسك لا ما عنديش لا حضرتك عندك لا انت متخلف ولا ايه لا مش متخلف انا ما اقصدش انا بقى بشرح لحضرتك لا انت متخلف وحمار لا 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 حضرتك مين غلط انا بشرح لحضرتك لا 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 طب انا هقول لحضرتك على حاجه دي اسمها القروبه حضرتك مجرد ما تستحمى بيها مره تلاقي مرتك بتنادي عليك تقول لك على فين يا قروبه تعالى انت تعبان لا انا مش تعبان بلاش يا اخويا تعبان الصباح بص يا فندم انا معايا حاجه اسمه ده حمام كريم اسمه حمام كريم ابو جناحات الطاير ده مشهور في منطقه الطلبيه جوه والعمرانيه ومنطقه الجيزه فيصل وفيصل حضرتك اكيد جربته قبل كده ده اسمه طيرني وطيرك انت مجنون لا مش مجنون لا مجنون لا والله لا والله مجنون لا مش مجنون اصطبحت انا بوش مين على الصبح لا يا فندم لا والله والله اصطبحت بوش مين بلاش طيرني وطيرك لا حضرتك البوكسر ده اسمه بوكسر الحصان السائل الحصان السائل يعني حضرتك مجرد ما تلبس البوكسر ده بتحس بحاجات غريبه جدا بتتحول الى حصان سائل ما بلبسهمش عيان من غيرهم ما بتتعاملش بلاش لا بتعامل بس من نوع حلو ماشي من نوع ده مش حلو يعني بلاش ده يا فندم طيب لو بالنسبه حضرتك عندك في البيت مثلا الزوجه او حاجه عايز تجيب لها هديه ما تخبطش مش بخبط والله ما تخبطش انا بوري حضرتك حاجه انت مجنون لا والله مش بلاش مجنون انت يعني طيب حضرتك تجرب معايا زيت الوراك
زيت الولاك. انا هادي. لا لا مالك يا عم. ده اسمه زيت الولاك. ايه ده اسمه؟ دلكني دلكني ودلكك يا عم. ايه ده يا عم؟ لا لا ايه ده يا عم؟ مالك في ايه؟ ايه مالك يا عم؟ بس روى. طب بس بس في خلاص بس روى روى روى. ايه ده احنا بنهزر معاك؟ ايه بتهزر؟ ايه دي كاميرا والله؟ دي كاميرا خفيه. ايه ده؟ ده مقلب واحنا بنهزر معاك. ده فعيل. اوعى تتكلم معايا كده خالص. بتكلم معاك. اوعى. لا مفيش كلام. ده انا ركبت مع واحد مجنون ولا ايه؟ مش عارف انا. انت مالك ليه مطبق ايدك عامل كده ليه؟ مش عارف. في ايه ده؟ اسمه زيت تدليك الولاد يا عم. طب حاسب العربيه. لحظه واحده. ايه ده يا عم؟ لحظه واحده. انا هادي. نزلني. انا هنزلك. حاضر. نزلني. لحظة. انا بقول لك نزلني. حاضر. انت باين عليك شرب سيجاره ولا حاجه؟ لا لا مش طايق. فوت انت. انا لحد دلوقتي فوت حضرتك. مش انت مفوت. انا مش هحل. انت العربيه مش هحل لك العربيه. انت مفوت. لا 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 انت احنا بنهزر معاك. انت مفوت. بنهزر. بص الكاميرا اهي. الكاميرا اهي. احنا بنهزر. الكاميرا احنا بنصور. ده هزار. ده هزار. ده هزار. مقلب. انت مفوت. ده مقلب. 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 بنهزر معاك. هلا بيه ازيك؟ اتسجل في رمضان ان شاء الله. في رمضان يا عم. رمضان ولا غير رمضان؟ انت مش ضربتني قدام في وشي؟ معلش عايز ايه؟ نزيه ولا ما ازيك؟ لا نزيه.